وللمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد تحية، ما جديد الأجواء لديك وأبرز الاستعدادات للفعاليات المنتظرة؟ مرحب بكم ميرنا وإيمان من مدينة العلمين الجديدة. لازلنا نتابع كل هذه الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف على مدار اليوم في مدينة العلمين الجديدة وضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في النسخة الثانية. ربما الفعاليات متواصلة، وكنا يعني نتابع بالأمس حالة الإقبال الشديدة على المنطقة الشاطئية للاستمتاع ببعض الفقرات الفنية الموجودة الخاصة بوزارة الثقافة، وهي فقرات السيرك القومي وبعض فرق الفنون الشعبية والتراثية. بالأمس كنا نتابع يعني بعض الفقرات الفنية والرقصات الاستعراضية لفرقة المنيا للفنون الشعبية، وكان هناك حضور كبير من الزائرين الذين يقبلون على هذه المنطقة الشاطئية للاستمتاع حتى بالأنشطة الخاصة بالأطفال المتواجدة. اليوم أيضا تستعد المنطقة الشاطئية لاستضافة بعض الفعاليات الخاصة بالرياضة وبعض أيضا الفعاليات الخاصة بالحفلات الفنية أو الفقرات الفنية الخاصة بوزارة الثقافة. ملاعب البادل اليوم تستعد لاستقبال بعض المنافسات الخاصة بالاتحاد المصري للبادل. اليوم يستعد كل المشاركين في هذه البطولة بإجراء بعض التدريبات على هذا الملعب الذي أعد خصيصا لاستقبال هذه البطولات المختلفة من رياضة البادل، بالإضافة إلى أن البطولة ستنطلق غدا على هذا الملعب في المنطقة الشاطئية بوجود عدد كبير من اللاعبين المشاركين من الاتحاد المصري للبادل، بالإضافة أيضا إلى استمرار بعض الفعاليات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة. لكن أيضا هذا الأسبوع سيكون هناك استضافة خاصة لدوري أبطال الساحل من السيدات، سيكون على ملعب كرة القدم الخماسي، بالإضافة بالطبع إلى استمرار بعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالباراموتر والخاصة أيضا باستمرار معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يأتي بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و أيضا المجلس القومي للمرأة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة أيضا إلى الاستعداد للانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بمهرجان نبتة. يوم الخميس القادم سيكون لدينا عدد من الفعاليات الهامة الخاصة بالأطفال، ستكون بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين في حضور الفنان أحمد أمين، وستنطلق هذه المسابقات وبعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالأطفال، بالإضافة بالطبع إلى أن اليو أرينا تستعد لاستقبال حفل مسار إجباري وحمزة نمرة وسعاد مسي، بالإضافة بالطبع إلى استقبال مهرجان الطعام، بالإضافة إلى أن المناطق المختلفة الخاصة بالشواطئ العام الذي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لازالت تستقبل كل الزائرين. فيما يتعلق بالشاطئ المجاني الذي يستقبل عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات، أو حتى الشاطئ الذي خصصته لذوي الهمم والطلاب، ولازال أيضا رحلات الطلاب تأتي إلى المناطق المختلفة في فعاليات مهرجان العالمين للمشاركة في الفعاليات المختلفة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال الأيام القادمة، فعاليات قوية تأتي في الأسبوع السادس لمهرجان العالمين الجديدة. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. نعم محمود جميل، وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك.